صباح الخير أو مساء الخير على برج العذراء. برج العذراء، القراءة النهاردة العاطفية ليك. نخش على الطاقة العامة ليك. برج العذراء، أنت خارج من علاقة أو في علاقة ولكن شاعر بأن هي في نهايتها أو متألم من شيء حدث فيها، ندمان قوي على الأشياء اللي عملتها وقدمتها في العلاقة دي بالظبط، ودي بتفكر في الرحيل بالفعل، وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي، ولكن من يعني انت زعلان على الباص في العلاقة، لكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة ما انت شايفها يا برج العذراء، ومقرر الرحيل، ولكن في حب في العلاقة دي قوي، انت كنت بتحب حد قوي او هو بيحبك مازال يعني. طب نشوف كده مشاعر. انتوا خبطتوا ببعض ولا ايه؟ يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العذراء، زي ما قلت لك انت خارج من علاقة او في النهاية بمعنى اطلاق، يعني خلاص بتقفلوا العلاقة مع بعض، جرحتوا ببعض قوي. هو متألم منك قوي 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 قوي، يعني في قمة الألم، في قمة الألم. ممكن تكون قلت لبعض كلام سخيف، وجهت له إهانات، وجه لك إهانات، لأن أنت شاعر بأنه خدعك وشاعر بأنه ضحك عليك. بص، أنت ندمان، أنت في أشد ندمك، أنت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاقة دي من الأول خالص، يا ريتني حتى ما فكرت فيه. ولكن في كوبين في الاخر يا برج العذراء، ما انت شايفه ممكن تكون انت ظالم الشخص ده، ممكن لانه متألم قوي، حتى لو بيظهر عكس ده ولكن هو في قمة الألم والحسرة والندم وفي قمة الوجع، وانت شاعر بانه خدعك وضحك عليك. ممكن يكون خبى عليك انه بيعرف حد تاني، او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني، ممكن تكون اكتشفت طرف تالت في العلاقة، ممكن يا برج العذراء، وانت كنت بتحبه قوي، لان هو واخد 3 سيوف، ممكن يكون تكون برج، قصدي ممكن يكون علاقه ثلاثيه، فعشان كده انت حاسس انه بيضحك عليك، وان الشخص ده كذاب وكان بيضحك عليا كل الفتره اللي فاتت دي. طيب هو شايفك ازاي؟ شايفك ان انت شخص، شايف ان انت متألم، يعني هو متألم وشايفك كمان ان انت متألم، يعني هو عارف ان انت تعبان، وممكن يكون يعني انت مدير وش ان انت مش همك حاجة. بص، ان انت ماشي ومديله ظهرك، بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة، وعارف ان انت مطلع له الوش الخشب ده وان انت مية مية، ولكن انت تعبان ما بتنامش، بتفكر في كل حاجة حصلت، وانتوا الاتنين خبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي؟ انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك يا برج العذراء، ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه ويقول لك لا والله ما حصل، والله انت متهمني، وتقول له لا انت كذاب، انت شخص مخادع، انت خدعتني، انت ضحكت عليا، عشان كده هو مجروح منك وتعبان قوي 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 قوي، وبيدافع عن نفسه. كل ما تيجي تكلمه في حاجه يقول لك والله ما عملت، والله ما سويت، والله ما عملت يا عم الحاج، وانت زعلان قوي قوي. عشان كده بقول لك انت في حاجتين مش شايفهم بره، انت مدي بص على الثلاثه اللي اندلقوا وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظالمه يا برج العذراء. برج العذراء مشكلته ان هو بيحكم على الحاجه، هو ده مش هتزحزح، مش هتتحتح، وبيحكم على الناس بسرعه. طب هو ايه الخطوه اللي عايز ياخدها بقى؟ يعني بعد ال3 سنين دي ايه الخطوه اللي عايز ياخدها؟ الغريب ان هو عايز يستقر معاك. شوف انا بقول لك الغريب بقى ازاي، واحد مجروح من واحد عايز يستقر معاك، هو بيحبك وشايف ان دي العلاقه المثاليه ليه اصلا. امال ايه اللي حصل؟ انا بقول لك انت ممكن تكون انت ظنيت فيه ظن وحش، او يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك، وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجه، ولا في اي حاجه تاني. وممكن يكون فعلا هي علاقه ثلاثيه وانت عرفته بالطرف الثالث، ولكن انت الشخص الاصلي عنده،
ممكن يكون التالت ده بيتسلى معاه او علاقة كده يعني عشوائية. لكن انت الاستقرار، انت انت الزوجة او انت الزوج، انت الشخص اللي مستقر معاه. ايه الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العذراء؟ طبعا باين جدا انت عايز العدالة تحصل. انت تعبان قوي على فكرة، لعلمك انت حاسس بالخديعة وعايز بقى العدالة اللي هي اللي هو الكارما تحصل، وبتقول ان الكارما دي لازم تحصل في العلاقة دي، او بتقول ان انا امشي واسيب العلاقة هي دي للكارما. فعشان كده انت ماشي، انت مقرر تمشي، وبتقول في عقل بالك ان هي دي العدالة، هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي، او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله من الاخر كده على البلاط. فهو شايفك الاستقرار، ومش شايفك، سوري، هو عايز يعمل استقرار وانت عايز العدالة من الاخر. العدالة بقى في ايه؟ لو هو في طرف تالت، لو سمحت اتجوزني وسيبك من الطرف التالت ده، او لو سمحت لو انت سيب الطرف التالت ده وركز معايا. لو هو بيعرف بنات، لو سمحت سيبك من البنات دي وركز معايا. لو هو جرحك اتفضل صالحني وفهمني. ليه بقى بقول كده؟ لانه شايف العلاقة، هو اصلا شايف العلاقة انت ممكن تكون بيتعامل مع حد من برج الجوزاء، شايف العلاقة ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بيها. العشاق زي الفرس، شايف ان انت السلمي بتاعه. بص، انت الاستقرار، انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا، مجروح منك قوي، كانش متوقع ان ده يحصل على فكرة. انت شكلك ظلم يا برج العذراء، لانه بيحبك قوي. وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك، خد عليك حاجة، ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار، وشايف ان انت السلمي بتاعه، وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه طول العمر بقى، مش هيسيبه ابدا. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت ظلمه، انا بقول لكم برج العذراء مشكلته بيتسرع. انا بقول لك انت في حاجه وصلت لك عن الشخص ده، وخدت قرار سريع، باي 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 باي، وشايف ان هو ده اللي المفروض يحصل. لا، مش هو ده، عشان ده الاستقرار. دي العلاقه، العلاقه دي استقرار، انت شايفها انها استقرار على فكره، وشايف ان هي حاجه حلوه، وهو كمان شايفك انت الصلم بتاعه. فليه بقى ده؟ ليه الليله دي كلها؟ سوري، انقطع شويه الفيديو، كمل مع بعض. فالنصيحه ليك ان انت خد قرار بقى، وبطل بقى اللعب ده كله يا برج العذراء لو سمحت، وبطل بقى حوار انت بتخدعني وتوجه اتهامات للطرف التاني على اسس غير مبنيه اصلا. مفيش حاجه مبنيه، كلها اوهام في دماغك، كلها اوهام. اهو، اخرج بقى من ليله العشر سيوف دي، اخرج بقى يا برج العذراء من الليله دي، خد القرار بقى كده. انت متقبص 10 سيوف، وهو شايفك انت كمان 9 سيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بان الشخص اللي معاك كذاب، وانه نصاب وبيخدع وحرامي، كل ده فيه. وهو راجل ولا في حاجه، راجل بيروح ينام ويصحى الصبح يلاقيك بتقول له قضيت السهره مع مين النهارده يا ستي، والله ما قضيت ولا بتاع. اخرج بقى بره دي، وخد بقى قرار بقى، حازم بقى مع نفسك، واعدل امورك، واعدل تفكيرك. راجل بيحبكم يعني يا برج العذراء، يعمل ايه اكتر من كده؟ مش عارفه. برج العذراء بيصدر احكام على الناس في ثانيه، في ثانيه، متسرع اصلا. يعني برج ترابي بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي او برج مائي برضو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. وشخص مبتعد عنه برج العذراء، مشاعره ايه؟ كارت ده ظهر تاني، الظاهر ان الشخص اللي انت في الاولاني اللي انت قفلت معاه ده نيته ايه طيب ليك؟ ده تعبان قوي، واخد 3 سيوف وادي العشرة تانيين اهو، يعني انت هريته. ده انت قلت له تعالى بقى هستلمك، نيته ايه؟ حرام والله، حرام اللي بيحصل ده. مش معقولة،
مش معقولة يا برج العذراء، ده تعبان منك، وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده اتأكد من حاجة، لو هو مش السيناريو الاولاني فانا هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكب اللي حصلت فيه دي ولا ايه؟ ايوه، تعبان قوي 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 قوي، واخد طبعا العشر سيوف، ويعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه؟ نيته ايه؟ طيب نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل هدوء، يمشي منين من العلاقة، لا يمشي من اللي حصل له ده كله عموما، ويستريح بقى لانه تعب قوي. 10 سيوف كتير عليه، كتير عليه قوي برج العذراء، لو انت اللي عملت فيه كده فعلا. وطبعا حاسس بالغدر طبعا، بس نيته مش يغدر، لا هو نيته يخرج، يخرج ويعيد بقى التوازن تاني لحياته، ويحتفل بقى باللي عنده تمام. ويكون برضو ممكن يكون ناوي يرجع، عايز ياخد قرار اهو. ممكن يكون عايز يديك فرصة تانية، نرجع مع بعض ونكمل مع بعض ال9 كوبايات، بس هياخد فترة استراحة الأول، وبعد كده عايز يرجع ويبتدي بداية جديدة. اوكي، وممكن طبعا السيناريو التاني ان الشخص مجروح منك قوي قوي قوي، ومقرر ان هو يخرج بره العلاقه ويستريح بقى، وبعد كده يبتدي بدايه جديده مع نفسه خالص بعيد عنك. ثانيه واحده عشان سن الذكور. يعني يبتدي خالص بقى ويبص لحياته ويبتدي بداية جديدة مع نفسه، ولكن قرار حازم يعني مفهوش رجع، يبص لقدام ويمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لما هو يعني على اخر خالص، اعتقد ان هو ده الشخص الاولاني. وممكن يكون العكس، انتوا اللي تعبانين وهو اللي غلط فيكم. طيب الجاي بطريقة ايه برج العذراء؟ لو انت شخص عازب فما مش مرتبط ولا حاجة، منزل كركات ايه بطريقة برج العذراء. بما انكم عزاب بقى فنغير الكروت كده عشان نغير الحجم. شخص جاي في طريقك، مشاعره ايه ونيته ايه؟ الشخص اللي جاي في طريقك شخص ممكن يكون كان مبتعد عنك وعايز يرجع مرة تانية، لان مشاعر جديدة، عايز يعمل مشاعر جديدة، ان مشاعره ماتت تقريبا وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما يعرفكش، وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره، وناوي على ايه؟ طبعا ده كارت الغموض كله، هنشوف دلوقتي برضو اللي حاط دايما برج العذراء وبرج الجوزاء، القراءة بتاعتهم بتجيب